الغائب الحاضر سعد المجرد يواصل مشوار نجاحه عبر MBC 5. لكن قبل بداية مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات، وكذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب كتشجيع بسيط للرقي نحو الأفضل. يستعد الفنان المغربي سعد المجرد للقاء جمهوره عبر شاشة قناة MBC 5 من خلال أداء جينيريك لمسلسل مغربي. وأفادت أحد المصادر الإلكترونية أن سعد المجرد سيؤدي جينيريك مسلسل بعنوان دابتزيان من بطولة والدته نزهة الركراكي والممثل المغربي محمد الجم. وفي سياق آخر، يرتقب أن يطرح النجم المغربي سعد المجرد رفقة الفنانة زهير بهاوي أغنية جديدة على شكل ديو خلال الأيام القادمة. كما أن الفنان المغربي سعد المجرد طرح مؤخرا ديو غنائي مع الفنان المصري محمد رمضان بعنوان إنساي، وبعد ذلك طرح أغنية جديدة بالدرجة المغربية يخليك ليلي، والتي عرفت نجاحا كبيرا في الأيام القليلة الماضية. فيما تستعد الممثلة المغربية نزهة الركراكي للعودة إلى الشاشة الصغيرة وخشبة المسرح رفقة الممثل المغربي محمد الجم، وذلك عبر تقديم واحدة من أشهر المسرحيات في المغرب. واختارت نزهة الركراكي أن تروج لعودتها عن طريق فيديو جمعها بالجم قام بنشره نجلها النجم المغربي سعد المجرد. ونشر سعد المجرد عبر حسابه على الإنستغرام مقطع فيديو تعلن فيه والدته نزهة الركراكي ورفيقها في مسارها الفنية الفنان محمد الجم عن أن فرقتهم المسرحية المسرح الوطني ستعود بمناسبة افتتاح الموسم المسرحي عبر المسرحية الشهيرة جوجاب. كما يشار إلى أن مسرحية جوجاب ستعرض يوم السبت 12 أكتوبر أمام جمهور مدينة الرباط بالمسرح الوطني محمد الخامس. وفقدت الفرقة مؤخرا واحدا من أبرز نجومها، وهو الفنان عزيز موهوب الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض. شكرا على حسن متابعتكم، ودائما الجديد عبر قناتكم قناة كوكب الفن. أستودعكم الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.